الساعة تشير للسابعة صباحا. تتحضر 133 عائلة من قطني الشاليهات والسكن الهش من بلديتي سيدي داود والقطة بولاية بومرداس للاستفادة من سكنة جديدة لائقة تستجيب لشروط الحياة الكريمة وسط تنظيم محكم وتسخير لكافة الإمكانيات المادية والبشرية لتسهيل هذه العملية. قام ديوان الترقية والتلاقي اليوم بإعادة ترحيل 100 عائلة من قاطني الشاليهات على مستوى بلدية سيدي داود. عملية مماثلة أيضا جرت اليوم إعادة إسكان حوالي 33 عائلة على مستوى بلدية القاطة. المواطنون المرحلون أعربوا عن فرحتهم بهذا الترحيل بعد سنوات من المعاناة، ليتسنى لهم اليوم فرصة العيش الكريم في سكنات لائقة. بزاف عانينا بزاف، واليوم أنا استفدنا من السكنة الجديدة. ولا اليوم اللي نهار اليوم اللي زدت فيه، الحمد لله يا ربي الحمد لله، اللي طول لي ربي في عمري واستفدت من السكنة الجديدة. احنا الشالية تاع القاطة اللي عطونا السكنات هذه، يعني نشكر السلطات على هذه المجهودات اللي قاموا بها باش يعني يسكنونا. 27 سنة شفنا المرفية. العملية التي تزامنت مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لاسترجاع السيادة الوطنية ستتواصل بالولاية التي ستسلم بهذه المناسبة أزيد من 7000 وحدة سكنية بكافة الصيغ.